بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي حبوب الشيا، حبوب الشيا فوائد كثيرة جدا. تساعد بذور الشيا على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، والتقليل من الأكسدة مما يقي من التعرض إلى تصلب الشرايين، وهذا بدوره يقلل من فرص الإصابة بالأمراض القلبية. لها الكثير من الفوائد، فهي مقوية للعظام، مفيدة للتخسيس، تحافظ على صحة الأسنان، وتقي من رائحة الفم الكريهة التي تصيب الفم. أيضا تحمي الجهاز الهضمي من الاضطرابات، يعني الكثير الكثير من الفوائد. وهذه الحبوب تدخل ضمن الحبوب السوداء المفضلة لدى الطيور، يعني أن الشيا تعطى أيضا للطيور لا سيما الكناري والحسون، لأنها محببة وسهلة الكسر وغنية بالمواد الغذائية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.